يوم نهار جديد ومهمة جديدة وبضاعة جديدة ورموك جديد. حاليا كنتواجدوا في دولة ألمانيا، والمسافة اللي غنقطعها اليوم غتكون غير من مدينة لمدينة، يعني داخل دولة ألمانيا، ما غاديش نخرج لشي دولة أخرى، يعني غتكون غير في دولة ألمانيا. المسافة بسيطة، ولكن مع الرموك اللي عندي فيه دوبل كونتونير غادي تكون شوية قاسحة، وخصوصا الطريق اللي غادي نضربها غادي تكون فيها غير شوية في طريق السيار، وكاملة غادي تبقى 60% من هاد الطريق غادي تكون كاملة غير طريق وطنية، يعني فيها فيراجات وجبال، والفيراجات والجبال صعب على الرموك، وخصوصا من كيكون دوبل كونتونير. دوبل كونتونير والتقل، تقل اللي عندي في هاد الشاحنة 18 طن و 428 كيلو. وبالنسبة للمسافة اللي غادي نقطعها من المدينة لمدينة 227 كيلومتر، ولكن هاد 227 كيلومتر مع الرموك دوبل روشارج يعني غادي تخصني نهار ديال الطريق. واخا خرجت في الصباح بكري غادي نوصل حتى العشية، حيت الرموك هنا خصوصا في دولة ألمانيا الرموك خصك تحترم القواعد المطلوبة حرفيا طبقها، سواء لا مع إدارة ديال الشركة اللي خدام معها ولا مع البوليس ديال ألمانيا. إلى شدوك البوليس ديال ألمانيا مخالف شي القوانين ديالك فغادي تكون واحد ضعيرة اللي كبيرة اللي غادي تخلصها الشركة، ومطبيعة الحال الشركة راه ما غاديش ترحمك، لأن هاد الخلاص اللي كتخلصك الشركة راه خلاص مزيان، راه هاد المسافة اللي غنقطعها في هاد الخدمة الشركة غادي تخلصني 6320 أورو، يعني كتخلص مزيان باش ما تغلطش وتأدي المهمة كما كيتطلب منك في دفتر التحملات، لأن السياقة ديال الرموك في دولة ألمانيا مي كتخرج تسوق راه كتسوق ماشي كتشد البولة وتدور الساروت، راه الشروط راه كتسني كونترا وتتسني على دفتر التحملات وعاد كتشد البولة والساروت، يعني اي حاجة وقعت راه كتحمل مسؤوليتك فيها. قطعت الفيديو باش ما نطولش عليكم الطريق، الطريق كانت طويلة ولكن حاولت نقطع باش نقصر الفيديو. وصلت العشية وقريب ندخل النقطة ديال الوصول، غنكمل طريق من بعد ما غادي ندير المازوت، غنشارجي المازوت باش في الرجعة ما غاديش نتبرزل، خليكم حتى نوصلوا وديك الساعات نوريكم النقطة ديال الوصول اللي حددتها ليا الشركة. ومن طبيعة الحال راه ما عنديش حق نزيد ولا نقص من عندي، في الكاشف ديال الطريق اللي هو الجي بي اس راه فيه الكيلومتراج وفيه الدقيقة فوقاش خصك توصل وفيه كل شيء مضبوط ومريقل، يعني كل شيء باين.
ومن بعد عناء طويل ديال هاد الرحلة اللي وخا المسافة ديالها 227 كيلومتر، ولكن كانت صعيبة لأن الرموك فيه دوبل كونتونير وتقيل، والطريق شوية صعيبة، يعني مي كتكون طريق السيار كتكون العملية سهلة. وهذا هو مقر الشركة اللي محدد ليا كاشف الطريق، وهذه هي نقطة الوصول. ودابا غادي ندخل الرموك غادي نبلاصيه، وتا البلاصاج غادي يكون صعيب شوية لأن المدخل ديال الشركة ضيق والرموك فيه دوبل كونتونير. وهنا انتهت الرحلة ديالي.